شتشوف عفس جلساتنا ذا الكديش ذا شنو ذا شنو ما بحنا يبا ما بحنا اشتغل 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 شل فار شل فار الحمد لله على السلامة ما بحنا يقول لك يلا ارفع الفرش ارفعها بسرعة ارفع تعال يا ابو كيان تعال شوف شو اللي صار تعال بعد عمري بيعبون الماء لا تجيب الماي على ذي البار شل دي اشوف وخر تعال يا ابو كيان تعال بعد عمري تعال اسحبوا وياي دي ساعدني معلش وسع صدرك ابو كيان تعال بو كيان تعال بعد عمري تعال ساعدني خلنا نسحب الفرش ما اقول لك اللي صار يا ابو كيان اللي صار فجأة يا ابو كيان واحنا قاعدين ودواش علم الرجال شو اللي صار تعال يا ابو كيان تعال بعد عمري تعال لا ترش ماي تعال خلنا نعلمك شو اللي صار تعال يا ابو كيان اقول لك فجأة يا ابو كيان ذا قاعد يعبي الماي انا كنت جالس منه المهم يا ابو كيان تعال على المكتب اشرح له ايش اللي صار خلاص بس فهمت عن اللي صار فهمت عن ايش اللي صار خلصتوني بس حبينا نفهمك اللي صار بس هذا اللي صار هذا اللي صار فهمت لا ابو كيان